هذا هو الفنان المغربي المقيم بالديار البلجيكية حمادة البركاني اللي غنى الأغنية هذه الخاصة بالشاب بلال أمين يا ربي أمين بصوت الشاب حمادة البركاني. وأيضا حتى المحكاز هذا حتى في الصحف عن سبب إعادة الأغنية قال أنه كل مرة وين يتلاقى هو الجمهور يطلبوا منه غناء الأغنية هذه في برشا حفلات. عمره صغير عمره 23 عام الفنان هذا مقيم ببلجيكي عنده تجربة كبيرة طبعا عنده الألبوم مامية اللي فيه 9 أغنيات. باش نحكيه شوية على الكونسير مهرجانات وأيضا لقاءاته وتجربته الليلة الفنية مباشرة في راديو تطوير راديو عرب أمريكا. حمادة مساء النور. أهلا مساء الخير مساء النور يا أحلى مذيع. شكرا بس. الله يخليك. شنو أحوالك؟ الحمد لله الأحوال جيدة. مساء الخير لراديو عرب في أمريكا وفي كندا. مساء كل العرب المتواجدين سواء كان في الدول العربية أو في دول الخليج أو في الدول الأوروبية في كل مكان طبعا يسمعوا فينا الليلة. نحكيه شوية على الألبوم. الألبوم هذا اللي يضمن 9 أغنيات ماما مية اللي أنت ذكرت أنه في إحدى الصحف أنه الألبوم هذا موجه لكل الفئات. كنت تأمل أنه طبعا الألبوم هذا يلاقي النجاح الكافي داخل وخارج الديار البلجيكية والمغربية. كيفاش كان رجع الصدى وقت اللي خرج الألبوم للناس؟ أولا قبل كل شيء بالنسبة للألبوم تحديد هو في 9 غنية. هو جاء ألبوم يعني كيحتوي على جميع يعني جميع يعني الوصفات يعني اللي كتليق يعني للمستمعين سواء كان شباب صغار أو كبار. لأنها لو تسمع الغنية نعم فيها كلام يعني مش نقول كلام يعني طايح يعني احنا كنقولوا كلام يعني وحش. نعم يعني في جاء يعني بكل صفات يعني المجتمع يعني سواء كان كبير صغير او بون شاب. والحمد لله القاء اقبال من طرف جميع الفئات الحمد لله. ومازال الحمد لله كان عملوا البروموسيون ان شاء الله غادي يكون توزيع قريبا في المغرب ديستريبيوشن. نعم انت تتعامل ديما مع الفنان حميدو هكا ولا توزيع؟ هذا الالبوم تعاملت مع الفنان حميدو من مدينه وجده وكل عام كنتعامل مع فنانين ان شاء الله غادي يكون تعامل اخر مع موزعين هنا في بلجيكا. نعم وان شاء الله في المغرب كاين موزعين اخر يعني انسان يعمل شونجمون في الالبوم تاعو باش تليق كل الأذواق ديال المستمعين. هذا هو الهدف تاعنا هو خدمة المستمعين والجمهور ديال الشاب حمادة البركاني. من الميساجات اللي وصلت طبعا الى حد الان والكومنتات عادل بلطيف اهلا بمطرب الراي المتميز حماد البركاني هذا الصوت الرائع منور اذاعتنا. شكرا يا عادل شكرا ليك. كذلك من الكومنتات اللي توصل حتى من خارج تونس هذا من مصر بالتوفيق ليك محمد شكرا ليك يا محمد. كذلك المخرج جمعه ربي يعينك وهذا عمل محترف ومحبوب في الدول العربية. الأغنية طبعا اللي سمعناها ميلود من فرنسا ما شاء الله شكرا ليك. شكرا عماد الحسيني شكرا ليك موافقين بإذن الله. أيضا من الكومنتارات والتعليق صديقنا من تونس تينيزيان آيدول شكرا نسمع فيكم راهو عن طريق الانترنت انت في تونس شكرا ليك مرحبا بي. خلينا احنا نستغلوا طبعا وجودك معنا وباش نسمع الألبوم نسمع أغنية أخرى لل طبعا ليك حمادة نسمعوا لأنه الألبوم ما شاء الله بعثنا الألبوم كامل ومازال الحديث متواصل كومنتريات اللي يوصلونا الكل هكا ولا الحمد لله صحيح ولا حمادة كان عشاق من كل مكان وهذا هو الهدف ديالنا الالتقاء التواصل اللي كان بيناتنا وبين إذاعة تطاوين وما بين إذاعة الأمريكية ديال العرب راديو عرب أمريكا. نعم راديو عرب أمريكا والهدف ديالنا هو أننا نعمل تواصل يعني باش كل المستمعين العرب في مكانه أنه يكون بيناتنا تواصل
الحمد لله احنا نلبي طلبات المستمعين وهذا هو الهدف تاعنا. شكرا. بإذن الله. بالنسبه كان بغينا نهدي هذه الموسيقى لجميع محبي حماده البركاني وجاء محبي اذاعه ستاتاوين راديو امريكان. شكرا الله يخليكم. مازلنا الحديث مازال متواصل طبعا، الحمد لله. ومازلنا خلينا نسمع اكثر اغنيه يسري من كندا. شكرا يا يسري، الله يخليك متواصل معنا. شكرا ليك. نسمع حماده البركاني على موجاتنا. يعمرو ولا تسحرو يلبديها وتبديني يا ما تكون نديرو شكون يسالها ويسالني انا بغيتها وبغاتني كان بينك ما امر نعشق في عمر فوق انتوما اللي قلتو سحور كان بينك ما امر نعشق في عمر فوق واحد شوف اخويا داك السن الكامل اللي ادالي العقل ورسم موضوعي فيها وليناه بالوين ما بغا توصل واحد شوف اخويا داك السن الكامل اللي ادالي العقل رسم موضوعي فيها وليناه بالوين ما بغا توصل هدي لكم اصحابنا وحدتنا كيمو كمال والعيد ويا حميدو عبد الوهاب وكبير الحلوة في الهضرة ما تشبعش بقصرة يا من بدلها بألف مرة الحلوة في الهضرة ما تشبعش بقصرة يا من بدلها بألف مرة كان دينك ما أمر عشق في عمر فوق انتم اللي قلتوا سحور كان بينك نعمر عشق في عمر فوق انتم اللي قلتوا سحور واحد شوف اخويا داك السن الكامل اللي ادالي العقل ورسم موضوعي فيها وليناه بالوين ما بغا توصل واحد شوف اخويا داك السن الكامل اللي تالي العقل رسم موضوعي فيها وليناه بالوين ما بغا توصل هذا حماد البركاني. حماد نرجع لك ونحكيه شوية طبعا على الأغنية هذه، طبعا توزيعه لكل حميد. هذه من توزيع حميد من المغرب من مدينة كبدة. وكان بعد دي شانسون اللي بتوزيع من أحمد من مدينة بركان. نعم، نحكيه شوية طبعا على تجربتك وعلى المهرجانات ونشوف السي في، معناها السيرة الذاتية الخاصة بحماد البركاني. عندك عديد المهرجانات اللي حضرتهم سواء في المغرب وإلا في باريس وإلا أيضا حتى في بلجيكا. الحمد لله، كان مهرجانات. بالنسبة لغي باش نعطيو بطاقة تقنية لحماد البركاني، اولا وقبل كل شيء حماده البركاني هو ضد الموسيقى نتاعو، يعني احتراف الموسيقى نتاعو في سنه 1996 كانت عندي 6 سنوات. ما شاء الله صغير معناه. بديت صغير، وي بديت صغير، ومن بعدها ملي احترفت يعني بروفيسيونال كانت عندي 8 سنوات، يعني كانت طلعت فوق الخشب، يعني كانت مهرجانات فوق الخشب، كان بروفيسيونال مع الجروب تاعي مع مجموعات الخاصة. ومن ذاك السنين 1998 بدأت الاحتراف تاع الشاب حمد البركاني، ومازال الآن كان احتراف إن شاء الله الحمد لله. كان مهرجانات، كاين حفلات، سهرات، سواء في بلجيكا
سواء في فرنسا، في إيطاليا، إسبانيا، في هولندا وفي ألمانيا. الحمد نعم، لله. وحتى الصحافة أيضا اهتمت بيك، الإعلام عموما اهتم بيك. الحمد لله، هذا ما هو إلا فضل الواحد اللي كيعمل كيجد، فبالطبع كيكون الصحافة يعني تبعته الحمد لله. وإحنا في أول حاجة، إحنا في رهن إشارة الجمهور أول حاجة، وإحنا كنعملوه غير باش نردو الجمهور تاعنا ونوصلوا الميساج تاعنا بواسطة الأغاني ديالنا الحمد لله. نعم، خممتش في ديو؟ بالنسبة لديو، أنا ما في بالي يعني نعمل ديو حد الآن، يعني أنا عاوز يعني نعمل مشواري بوحدي، عرفت؟ بس الجمهور بس اللي يعرفني يعرفني لوحدي، مش افيك ديو وتو. بس ديو لو يعني افيك مع الوقت، مع الوقت ان شاء الله يكون ديو ان شاء الله مع شباب يعني اللي يكونوا طالعين مواهب، نعمل مع شباب يعني باش نبين الشباب. والحمد لله علاش لا، باش يكون يعني شي فنان اخر يعني كبر مني وسبقني في الميدان الفني، وخاصة لماذا انه لا؟ بلجيكا معناها فيها برشا فنانين، سواء مغاربة ولا ايضا عرب، معناها فما مامية موجودة، فما برشا برشا فنانين موجودين في بلجيكا. كاين فنانين عرب من كل اقطاب العالم، كاين يعني كل اقطاب العالم الحمد لله. وكنوجههم تحية كامل كاع الفنانين يعني في كل العالم، تحية خاصة لكم من حملة الثانية. الله يخليك. وبالنسبة للديو ان شاء الله غادي يكون واحد، بون غادي يكون واحد شونجمون في ستيل اخر، اي ار ان بي مثلا في الستيل اللي كنعمل عليه الان. هو البوم غادي يخرج ان شاء الله في بعد رمضان المبارك ان شاء الله، غادي يكون البوم فري ستايل يعني واحد دو ستيل جديد غادي نخدمه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعني يكون يعجب الجمهور بإذن الله. ان شاء الله. حمادة، أنا حبيت نسألك، غنيت الشاوي ولا لا؟ الشاوي، أي غنيت الشاوي بس في سهرات، غنيت الشاوي، غنيت مام تونسي، غنيت تونسي يعني كاين الحمد لله هنا في تحفظ شوية اوروبا. تونسي، تحفظ شوية تونسي، الحمد لله كاين تونسي، كاين معناها ممكن نسمع حاجة في اللايف الليلة من عندك. في كريزر وي أي كاين سمعنا تونسي حاجة، خلينا سمع. احنا بما إنك معانا الليلة. الله الله يا بابا، هذه أغنية معروفة في تونس. الله طبعا الله يا بابا. سمعنا سمعنا في اللايف. أمان 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 أمان، الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا نجيك نزور يا بابا، الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلم عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا نجيك نزور يا بابا، أشهد بالله يا بابا ما شكتي سواك يا بابا، جرح الحبيب علاج صعيب وش حالي فيك، مالي وطالي أشهد بالله ما شكتي سواك ورجك يا سيدي، الشموع بإيد والنار في قلب تحرق وريني تحرق وريني، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله يا خاصة
هذا صابر. طبعا واللي غنينا حمد البركاني الاغنيه هذه. شكرا حبيبي. طبعا هذه لمسات زميلنا مهندس الصوت حبيبي هديه. العشرة وخمسين دقيقه باش نوصلوا معك حماده. ان شاء الله نشوف المره الجايه البوم منوع فيه تونسي فيه جزائري فيه مغربي فيه الكل فيه حتى ليبي على شلي نوعك شويه حماده حتى ان شاء الله. باذن الله. معناها الفكره موجوده ولا لا؟ الفكرة موجودة وكان كانت طرحوها لي العديد من الصحفيين. الحمد لله كانت فكرة كانت في أغاني تونسية كان فكر فيها. كان نعاوتاني في مع كتاب بالضبط تونسيين في الجزائر الحمد لله. وسواء في الجزائر وفي المغرب وفي تونس الموسيقى الراي ما معروفة يعني برشا في تونس برشا والله. الهدف هو مثلا يعني غير اللهجه بس هي لو ديالكت ولا ما هي اللي ماشي بون ماشي يعني ماشي بزاف يعني نقول لكم نقول احنا يا بون قريب الحمد لله غادي نقدر ان شاء الله نعمل يعني هذا واحد اغنيه تونسيه ونعمل ميلونج يعني ما بين تونسي جزائري ومغربي ان شاء الله. وهدف كله غير باش نهديه للجمهور وكل محبي حمد البركاني. نعم. فما هذايا سؤال جاك من كندا قال لي اسلو علاش ما تجربش توزيع من امريكا موسيقيين طبعا موسيقي فما عرب موجودين في امريكا حتى يكون افضل بالنسبه ليك والنجاح يكون معناها اكبر بالنسبه لحماده. هذا يوزار الارتيست. شكرا يوزار. الحمد لله ان شاء الله علاش لا. احنا 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 هنا غير باش نطوروا الفن وباش نعملوا موسيقى احسن. إذا جاتني عروض من كندا ومن موسيقيين فلما لا يعني يكون تعاون بيناتنا ويكون واحد منتوج يعني خالص وخام وان شاء الله علاش لا. لما لا انا مستعد في كل ساحه وفي كل مكان. واضح باذن الله. مازالونا تقريبا 3 دقائق و30 ثانية في هذا اللقاء اللي معاك طبعا الليلة. نحب طبعا أنا قبل كل شيء يعني نشكرك حمادة على قبول الدعوة. ثاني حاجة فما مواعيد قادمة إن شاء الله مع الجمهور؟ إن شاء الله كاين مواعيد كاين سهرات في هولندا إن شاء الله. أي. وفي سهرات إن شاء الله في جوان في إيطاليا. أي. نعمل سهرات هنا في إيطاليا والحمد لله من بعد غادي يكون من بعد جوان غادي نعمل واحد توقيف يعني بالنسبه للشهر المبارك شهر يعني كنوقف فيه انا كما نخدمش فيه. من بعد ان شاء الله غادي من بعد رمضان المبارك ان شاء الله غادي يكون بروموشن في المغرب وتورني ديال كيما مهرجانات في المغرب ان شاء الله. جينا لتونس لما لا ان شاء الله بك بليزير. مرحبا بك. طبعا مرحبا بك. ربي يبارك فيك. الله يخليك حماده. سعدت جدا كنت حاضر معنا الليله في لمع على فام على راديو تطاوين وراديو عرب امريكا في هذا البث الموحد. هذا لقاء اول مازال لقاء ثاني ان شاء الله يكون مطول مع الالبوم الجديد باذن الله. متفقين ان شاء الله. ان شاء الله بك بليزير. وتحيه لجميع محبي ومستمعي ومستمعات راديو تطاوين وراديو عرب في امريكا وفي كندا. وتحية كل محبي حمادة البركاني وهذا شرف لي أنني نكون متواجد معكم في هذه السهرة الشيقة. يعني الإنسان يعني ما كيسخاش منكم والحمد لله. وكنوجه تحية من هذا المنبر لكل محبي حمادة البركاني وسواء في تونس في الجزائر في المغرب سواء في أوروبا كل أقطاب العالم. تحية لكم خاصة وشكرا لكم وان شاء الله. كان ما كان غير مزيد من جديد تبعثنا ديما اول باول. متفقين ان شاء الله. الله يخليك يا حماده. شكرا. نسمع ان شاء الله اخبار طيبه عليك في قادم الايام. شكرا لك. الله يخلي نورتنا الليله. شكرا. آمين. تحيه لك.